بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أهلا بكم أبنائي الطلاب في درس جديد من دروس اللغة العربية للصف الثاني ثانوي في الفصل الدراسي الأول. موضوع درسنا هو في علامات إعراب الفعل المضارع صحيح الآخر. هذا الدرس من إعداد وتقديم محدثكم الأستاذ ناصر ابن محمد الوذيح. أهداف الدرس: يتوقع منك بإذن الله في نهاية الدرس أن تتعرف الأفعال المعربة في اللغة العربية. ثانيا، أن تذكر متى يعرب الفعل المضارع في اللغة العربية. ثالثا، أن تميز بين الفعل المضارع الصحيح الآخر والمعتل الآخر. رابعا، تذكر علامات إعراب الفعل المضارع الذي هو صحيح الآخر، وتعرب الفعل المضارع صحيح الآخر، ثم توظف الفعل المضارع صحيح الآخر في التعبير الكتابي والشفهي. بداية نمهد لهذا الدرس فنقول: هات الفعل المضارع من الأفعال التالية ثم بين الصحيح من المعتل فيها. لدينا الفعل الماضي حفظ. ما هو مضارع حفظ؟ هنالك عدة طرق، إما أن أنسبه إلي فأقول أنا أحفظ، أو هو يحفظ، أو هي تحفظ، أو نحن جميعا نحفظ. فنأخذ المثال يحفظ الذي يبدأ بالياء. ما نوعه؟ هل هو صحيح الآخر أم معتل الآخر؟ صحيح الآخر هو أي حرف من الحروف الهجائية ما عدا الألف والواو والياء. الحروف المعتلة أو حروف العلة هي الألف والواو والياء. حرف الضاد ليس من هذه الحروف الثلاثة، إذن فهو صحيح الآخر. أما الفعل الماضي دنا فإن المضارع منه يدنو، وهذا الفعل يعد فعلا معتل الآخر لأنه ختم بالواو، والواو حرف من حروف العلة. نأتي إلى الفعل الماضي تعلم. تعلم الفعل المضارع منها يتعلم. هل هذا الفعل صحيح أم معتل؟ نقول إنه صحيح لأنه مختوم بالميم، إذن صحيح الآخر. ننتقل إلى الفعل الرابع هدى. الفعل المضارع منه يهدي، ويهدي فعل معتل الآخر. لماذا؟ لأن آخره ياء، إذن يعد معتلا. اكتب مفهومك للفعل المضارع صحيح الآخر. نقول هو الذي ينتهي بحرف صحيح وليس حرف علة التي هي الألف والواو والياء. حروف العلة ثلاثة، ما عداها فهو صحيح. لنبدأ الدرس. استخرج الفعل المضارع فيما يلي، ثم بين نوعه، هل هو صحيح الآخر أم معتل الآخر. لنقرأ الجملة الأولى. عندما نقول ألم يكرمك زيد، الفعل المضارع هو يكرم. لنتأمل هذا الفعل ونتأمل آخره بالتحديد. حرف الميم حرف صحيح، إذن نوعه صحيح الآخر. لنأتي إلى المثال الثاني. عندما أقول يأتي النصر مع الصبر، يأتي النصر مع الصبر، الفعل بالتأكيد هو يأتي. وعندما نتأمل هذا الفعل نجد أن هذا الفعل ختم بالياء، والياء حرف علة، فحروف العلة هي الألف والواو والياء. إذن نقول إنه فعل مضارع معتل الآخر. نأتي إلى المثال الثالث. يعلو العلم بأهله. يعلو هو الفعل المضارع، وعندما نتأمل هذا الفعل نجد أنه ختم بالواو، والواو حرف علة مثله مثل الياء، إذن نقول هو معتل الآخر. لنأتي إلى المثال الرابع. عندما أقول يكتب الطالب الدرس، يكتب فعل مضارع مرفوع
وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وآخره حرف الباء، وحرف الباء حرف صحيح، لذا نقول إن هذا الفعل فعل صحيح الآخر. تأمل الجدول التالي ثم أكمل الاستنتاج بعده لنرى الفعل المضارع المرفوع. عندما أقول يتبادل العقلاء المشورة، يتبادل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. هذا الفعل كما ترون فعل صحيح الآخر لأنه ختم باللام، واللام حرف صحيح. العقلاء فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المشورة مفعول به. لنرى المثال الثاني. عندما أقول يعرف المتعلم حق معلمه، يعرف فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على الآخر لأنه فعل مضارع صحيح الآخر، فالفاء حرف صحيح. إذن نستنتج علامة رفع الفعل المضارع إذا كان صحيح الآخر هي الضمة الظاهرة على آخره. لنأتي إلى المثال الثاني. لن حرف نصب يدل على النفي. لن يتبادل فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لماذا ظهرت الفتحة؟ لأن الفعل المضارع هنا كما قلنا صحيح الآخر، والعقلاء هم الفاعل، إلا أداة استثناء المشورة مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لنأتي إلى المثال الثاني. لن يعرف الجاهل حق معلمه. لن كما قلنا حرف ينصب الفعل المضارع، يعرف فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة كما ترون لأنه فعل مضارع صحيح الآخر. الجاهل هو الفاعل، وحق مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف ومعلمه مضاف إليه، والها مضافة للمعلم. إذن علامة نصب الفعل المضارع إذا كان صحيح الآخر أنها الفتحة الظاهرة على آخره. لماذا؟ لأنه فعل مضارع صحيح الآخر. لننتقل إلى المثال الأخير هنا من ناحية الجدول. عندما أقول لم حرف نفي وجزم، لم حرف نفي وجزم يجزم الفعل المضارع. يتبادل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه كما ترون السكون. فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. الجهلاء فاعل والمشورة مفعول به. لم حرف نفي وجزم. يعرف لم يعرف الجاهل. يعرف فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر. إذن علامة جزم الفعل المضارع إذا كان صحيح الآخر هو السكون، وبذا يخرج لنا الاستنتاج لإعراب الفعل المضارع صحيح الآخر. استخرج الفعل المضارع صحيح الآخر مما يلي، ثم بين حالته الإعرابية، أي رفع أو نصب أو جزم، وعلامة إعرابه. لننظر إلى المثال الأول. عندما نقول ارض بما يقسم لك، ارض بما يقسم لك، الفعل المضارع هنا هو يقسم. ما حالته الإعرابية؟ لننظر. إن هذا الفعل لم يسبق بأداة نصب ولا أداة جزم، كما أنه لم يتصل به هنا حرف النون للتأكيد أو نون النسوة. إذن هو فعل مضارع مرفوع
وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الفعل المضارع إذا لم يسبق بناصب ولا جازم يرفع. نأتي إلى المثال الثاني: لم يرحم اليهود الضعفاء. الفعل المضارع يرحم. ما حالته الإعرابية؟ لننظر. إن هذا الفعل كما ترون سبق بلم، ولم حرف من حروف الجزم، إذن إنه فعل مضارع مجزوم. الفعل المضارع إذا كان صحيح الآخر يجزم، وعلامة جزمه السكون، نقول لم يرحم اليهود. وعند النظر إلى هذه الجملة نقول لم يرحم اليهود. لماذا حركنا الميم بالكسرة؟ نقول حتى لا يلتقي ساكنان، وإلا فهي لم يرحم، علامة جزمه السكون. لننتقل إلى المثال الثالث: لن أقترف محرما. لن حرف من حروف النصب تنصب الفعل المضارع. الفعل المضارع أقترف في حالة نصب. لماذا قلنا بأنه منصوب؟ لأنه سبق بحرف ناصب. ما علامة نصبه؟ إنها الفتحة الظاهرة على آخره. انظر: لن أقترف محرما. لنأتي إلى المثال الرابع: لتطع ربك. اللام هنا لام جازمة، وتسمى هذه اللام لام الأمر، وتسمى هذه اللام لام الأمر. لتطع، تطع هو الفعل المضارع. وكما ترون إن جميع هذه الأفعال المضارعة مختومة بحروف صحيحة. تطع هنا مجزومة. لماذا جزمت؟ لأنها سبقت بلام الأمر، فلام الأمر ولا الناهية ولم حروف تجزم الفعل المضارع. ولن وأن وكي وإذا حروف تنصب الفعل المضارع. لتطع ربك فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه السكون. إذن الفعل المضارع صحيح الآخر يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون. استخدم الفعل المضارع التالي في ثلاث جمل: يكون في الأولى مرفوعا، وفي الثانية منصوبا، وفي الثالثة مجزوما. نأتي إلى هذا الفعل. هذا الفعل كما ترون فعل مضارع ابتدأ بالياء. سنجعل هذا الفعل مرفوع. إذن كي أجعل هذا الفعل مرفوعا ينبغي لي ألا يسبقه حرف من حروف النصب أو الجزم. أقول مثلا: يعاتب زيد صديقه. يعاتب فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره كما ترون، فالفعل المضارع هنا صحيح الآخر. زيد هو الفاعل، مرفوع وعلامة رفعه الضمة. صديقه مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف، والضمير ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. لنأتي إلى الجملة الأخرى: نريد هذا الفعل أن يكون منصوبا، إذن سوف أسبقه بناصب. ما هي الحروف الناصبة؟ أن ولن وكي وإذا. لنختر لن. لن حرف نصب ونفي. يعاتب فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، لأنه فعل مضارع صحيح الآخر سبق بناصب. لنحضر من هذه الكلمة جملة
يكون فيها المضارع مجزوما. نأتي بأداة الجزم لم، فنقول لم يعاتب زيد صديقه. لم حرف نفي وجزم، يعاتب فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه السكون لأنه فعل مضارع صحيح الآخر. تدريبات عامة: اختر علامة إعراب الفعل المضارع الصحيح الآخر فيما يأتي. أين الفعل المضارع في هذه الجملة؟ لم يفهم خالد المسألة. إن الفعل المضارع هنا هو كلمة يفهم. إن هذا المضارع سبق بأداة جزم وهي لم، إذن فهو فعل مضارع مجزوم. ما علامة جزم الفعل المضارع إذا كان صحيح الآخر؟ بالتأكيد سوف تقول السكون، فنحن نقول لم يفهم، ولا نقول لم يفهم أو لم يفهم، بل نقول لم يفهم، فتظهر السكون كما ترون. الخلاصة: تعلمنا اليوم علامات إعراب الفعل المضارع الصحيح الآخر. إنه يرفع بالضمة الظاهرة، وينصب بالفتحة الظاهرة، ويجزم بالسكون. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ما اختلف الليل والنهار وذكره الذاكرون الأبرار.